متابعي ومشاهدي قناة التيسير، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذا العرض الجديد. متابعينا الكرام، شكرا على المتابعة والمشاهدة ديالكم لقناة التيسير. متابعينا الكرام، جبنا لكم واحد العرض جديد، هكتار واحد محفظ في المنطقة ديال مكناس، يبعد عن مدينة مكناس بحوالي 14 كيلومتر. كما كتشاهدوا التربة ديال الفلاحة داخل على القدرون تقريبا واحد 500 متر وتوفنا، وحسب ما كيقولوا الناس تماك ربما غتولي قدرون، ولكن الله اعلم. هاد الهضره سمعناها بالنسبه للمنطقه، منطقه ديال المياه، فكاين المياه الحمد لله في هذه المنطقه، وحسب تصريحات بعض الجيران فالماء العمق ديالو ديال الابار ديالهم 24 متر وكيلقاو الماء. التربه كما كتشاهدوا ممتازه جدا، 14 كيلومتر على مدينه مكناس. عرض بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا مثلا اقامه سكنيه ويديروا المشروع ديالهم في الطبيعه والهواء. والجميل في هذا العرض انه قريب لمدينه مكناس حوالي 14 كيلومتر، يعني عرض متميز جدا. متابعينا الكرام، الارض جت في تبع الاقليم الحاجب بعيد على مكناس 14 كيلومتر على مدينه مكناس. التربه ما شاء الله تفلحها، مغروس فيها دابا الزرع، دايره بواحد الاشجار الزيتون، فقط بعض الاشجار الزيتون كما كتشاهدوا متابعينا الكرام بهذا الستار ديال الزيتون فيها. منطقه زوينه صراحه، ارض جدوطة كما كتشاهدوا متابعينا الكرام. اذا متابعينا الكرام، يعني عرض متميز للناس عشاق الطبيعه والهواء النقي. جبنا لكم هذا الهكتار محفظ، وهاد المنطقة الناس شراو تماك، داروا دي فيلا، داروا دي ميزون، وداروا دي بروجي ديالهم فلاحيين في إقامات في الهواء النقي وعشاق الطبيعة. متابعينا الكرام، هذا العرض متميز باش كذلك بالقرب ديالو لمدينة مكناس، 14 كيلومتر على مدينة مكناس، وكذلك الثمن ديالو 60 مليون، وكذلك هناك إمكانية الروبريز بشقة في مدينة مكناس. إذا متابعينا الكرام، عرض زوين صراحة جبناه لكم، وكنشكركم على المتابعة. المشاهدين الجداد اللي كيكتشفوا القناة تيسير أول مرة، فديروا أبوني في القناة باش دائما يوصلكم بحال هاد العروض. التذكير، كتار محفظ بعيد على مكناس تقريبا ب 14 كيلومتر، تربة الفلاحة ما شاء الله، دخل القدرون تقريبا 500 متر على التوفنا، يقال انها ستكون قدرون ولكن العلم لله. اذا المتابعين الكرام، كما كتشاهدوا التربة الفلاحة، يعني الناس شارين هنا، دايرين السكينات، دايرين المشاريع كما كتشاهدوا. كتار زربية بلا، موقع متميز، 14 كيلومتر على مدينة مكناس، ثمن 60 مليون سنتيم. وبالنسبة اللي بغاو يشوفوه فألف مرحبا، يتواصلوا معنا على الرقم ديال التيسير 0670 96 48 84، الواتساب او الهاتف العادي. فمرحبا بكم متابعينا الكرام ومشاهدينا الكرام. هنا يعني صراحة عرض مزوين، وكما قلنا لكم لافونتاج ديالو انه قريب المكناس ومنطقة ممتازة جدا. اذا متابعينا الكرام، كنشكركم مجددا على التتبع ديالكم والمشاهدة ديالكم لقناة التيسير. العروض دائما متواصلة على القناة ديال تيسير، والعرض جديد ان شاء الله بحول الله وقوته. كنتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نديرو في فيديو بعدا.